طبعا مر أسبوع على فاجعة زلزال الحوز، وهذه الفاجعة للأسف كانت الحصيلة ثقيلة، ربما يعتبر الزلزال الأعنف الذي عرف المغرب بعد زلزال 1960. طبعا رغم الهزة الأولى التي كانت عنيفة تلتها مجموعة من الترددات، لكن هذه الترددات لم كان يخشى منها. لماذا؟ لأن بعض المباني قد تعرضت لتشققات وتعرضت لتصدعات، وبالتالي فممكن أن ترددات ضعيفة ممكن أنها تشكل خطر بالنسبة على هذه المباني الآيلة للسقوط، لهذا يخشى من الترددات. أما الترددات فهي في غالب الأحيان تكون طفيفة ولا ربما لا تتعدى 4 أو 5 درجات على سلم ريختر. مجموعة من العوامل ساهمت في ربما في هذه الحصيلة الثقيلة، أولا أن المجال كان متضرس والدواوير مشتتة، وبالتالي كانت الولوجية صعبة بالنسبة لفرق الإنقاذ خصوصا فرق الوقاية المدنية وكذلك القوات المسلحة الملكية. الأمور بدأت ترجع إلى الحالة الطبيعية، فالوقت الآن مركز على ربما مساعدة المتضررين وكذلك إسعاف الجرحى والمصاحبة التي تلي الناس اللي تعرضوا لهذه الفاجعة. المرحلة المقبلة هي مرحلة ربما تتطلب التخطيط وتتطلب كذلك بعض الاستراتيجيات المتعلقة بإعادة التعمير، لأن الأمر يتعلق الآن بتعمير يحترم القوانين المضادة للزلازل الذي يجب التشديد عليه، لأن من التدابير التي ربما تقلل من التداعيات السلبية لكوارث طبيعية والزلازل بالخصوص هو احترام الضابط المتعلق بالتعمير المعروف بالإر بي إس، لو ريغلومون دو لا كونستراكسيون باراسيسميك. كذلك يجب من بين المسائل التي يجب كذلك أن نركز عليها هو استحضار مفهوم الخطر في أي مجال، سواء كان الأمر يتعلق بأخطار ذات بعد جيولوجي أو ذات بعد مناخي، فيجب نشر ثقافة أو مفهوم الخطر سكون أبيل لا نوسيون دو ريسك، لأن نشر ثقافة الخطر في الحقيقة هو لا يمنع من وقوع الخطر، وإنما يقلل من التداعيات السلبية التي يمكن أن يشكلها خطر، ما سواء تعلق الأمر بالزلازل أو الفيضانات أو إلى غير ذلك. مثلا يجب تربية الناشئة والأجيال التي لم تعيش الزلزال، يجب أن ربما محاكاة أو القيام ببعض التمارين محاكاة الزلازل على الأقل لكيفية التعامل في الثواني الأولى مع حادث مثل هذا لا قدر الله، لأن المغرب هو من بين البلدان المعرضة للكوارث الطبيعية الزلازل خصوصا في الشمال وكذلك في الجنوب، نظرا لموقع المغرب في منطقة توجد بها التصدعات المرتبطة بالصفيحة الإفريقية والصفيحة الأوراسية. إذن فالكوارث لا يمكن أن نتجنبها، بل يمكن بتدابير استباقية يمكن أن نقلل من التداعيات السلبية التي تؤثر ونقلل من الخسائر سواء كانت مادية أو بشرية. طبعا تروج بعض الإشاعات، منها ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها ما يرجع إلى العالم الهولندي الذي ربما يقول بأنها ستقع بعد الزلازل، لكن المعروف أن العلماء ومراكز البحث تجمع على أن الزلزال من الأخطار الطبيعية التي يصعب جدا التنبؤ بوقت حدوثها. إذا الأمر مستبعد جدا أن نعرف الوقت أو التاريخ بالضبط أو المكان الذي يقع فيه الزلازل. نعرف أن الزلازل ستحدث، هذا أمر مفروغ منه نظرا للدينامية التي تعرفها الصفائح التكتونية وكذلك للتصدعات الموجودة في منطقة ما. إذا الأمر معروف، ولكن أن نعرف بالضبط أو نتنبأ بالضبط بأن الزلزال سيقع في وقت ما أو يوم ما وبدرجة ما، فهذا أمر ربما كل العلماء يجمعون على أنه من الصعب جدا التنبؤ بهذا. إذا لا بد أحيانا أننا لن نساق وراء هذه الإشاعات، ولو كانت عندها ربما أو يتم إرجاعها إلى باحثين، المسألة فقط هي مسألة ربما تثير الهلع وتثير الخوف بين الناس، ونتمنى الله سبحانه وتعالى أنه يجنبنا ويجنب الوطن ديالنا مثل هذه الكوارث.
الريت. الجانب المشرق في زلزال الحوز هو ابان على واحد تلاحم وواحد تضامن، ربما واحد تآزر ما بين المغاربه، تضامن اللي اثار الانتباه حتى القنوات الاجنبيه احيانا نسيت فرق الانقاذ ونسيت الماساه وركزت على هذا الجانب من التضامن الذي كان مثير للانتباه ويعتبر تضامن او لا. هذا التآزر في المغرب هو واحد الاستثناء في في في, في او نموذج مغربي يمكن انه ربما نسوقه كنموذج استثنائي وفريد بالنسبه للخارج. اذا التضامن او الحفاظ على هذه روح التضامن ومحاوله ترسيخها لدى التنشئه الصغيره دونك هو مكسب جديد، واحياء هذا التضامن هو مكسب جديد يمكن ان نقول عليه بانه هو الوجه المشرق لهذه الفاجعه.